عندنا كلب تاني، كلب رويج حرامي، كلب بيشيل الغطا من علينا وكلب بيمسك الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعيني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل فكرتم ازاي بيعيش العرب الرحل باسرهم واغنامهم وماشياتهم وطيورهم مع اختلاف الجو من حر المطر للرياح؟ ازاي خيمه من القماش بتحميهم من عوامل الطقس المختلفه بدون مباني، بدون باب، بدون شباك، بدون حمام، بدون كهرباء، بدون مية، بدون أسرة، بدون بدائيات الحياة البسيطة جدا. طب إيه البدائل اللي بيحتاجوها عن هذه الأشياء الهامة جدا، عن الأجهزة الكهربائية اللي موجودة في جميع البيوت، التلفزيون، وسائل التواصل بيهم بتكون عبارة عن ايه؟ كل ده هنحاول نجاوب عنه في عدة لقاءات مع اخواتنا العرب اللي بنتمنى ان احنا نكون طرحنا جميع الاسئلة اللي بتخطر على بال اي حد عن حياتهم. ولو في أسئلة في خلال لقاءاتنا احنا ما سألناهاش او ما طرحناهاش، يا ريت برضو تنوهوا لينا عنها او تكتبوها لنا في التعليقات. أسئلة كتير هنحاول نجاوب عنها من خلال لقاءاتنا بالعرب، فانتظرونا في الفيديو القادم. My dear followers, have you ever thought about how our Arab nomads live in their tent made of clothes? How do they live without smugglers, without water, without sewage? Without doors, without windows, no electricity, without electrical devices. How do they cook their food without a stove? And how they preserve it without a refrigerator. How do they live without a bathroom for months and months in the open? Many questions we will try to answer by meeting them in the next video, so wait for us to find out how these nomadic Arabs live under this hard life. Wait for us in the next video.